ترامب ممنوع من نشر قضيته على وسائل التواصل، وإيلون ماسك يثير الجدل مجددا لا للحسابات غير النشطة، ويوم النصر في روسيا وأوكرانيا لا نصر فيه. أهلا بكم إلى تفاعلكم. أهلا بكم. يعود الرئيس الأمريكي السابق والمرشح للرئاسة دونالد ترامب ليتصدر الأخبار في القضية الجنائية التي يواجهها بتهمة تزوير سجلات تجارية مقابل دفع أموال لشراء صمت الممثلة الإباحية ستورمي دانييلز قبيل انتخابات 2016. الجديد هو إصدار القاضي خوان ميرشن أمر تقييدا بحق ترامب في الوصول إلى الأدلة التي تم تسليمها إلى فريقه ومنعه من نسخ أو نشر أو كشف أي أدلة في القضية على وسائل التواصل الاجتماعي من دون الحصول على موافقة من المحكمة. ولا يمكن لترامب أن يطلع على أي معلومات حساسة بخصوص هذه القضية من دون حضور محاميه، ولا يسمح له كذلك بحيازة أي دليل بصورة مستقلة. وطلب مكتب المدعي العام في منهاتن أمر الحماية هذا بسبب مخاوف من أن ترامب قد يستخدم تلك الأدلة بشكل غير لائق أو ينشر المعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي أو في مكان آخر، خاصة وأن ترامب يجد في منصاته تروث سوشيال ملاذا يشارك من خلالها كل ما يدور في رأسه وما يواجهه مع الملايين من متابعيه. طبعا عارض محامو ترامب هذا الأمر كون لأن الوثائق والمراسلات وغيرها تعتبر من العناصر المتبادلة بين الأطراف المتنازعة في قضية قانونية قبل المحاكمة وانتهاك لحق ترامب. مشاهدين للتذكير، ترامب كان قد مثل أمام المحكمة الشهر الماضي في منهاتن للتحقيق معه في 34 تهمة جنائية، وذلك بخصوص شرائه صمت ستورمي دانييلز مقابل 130,000 دولار قبل الانتخابات الرئاسية في 2016. المبلغ كان قد دفعه محامي ترامب السابق مايكل كوهن والذي اعترف بالأمر، لكن ترامب كان قد أكد أن الأموال كانت مقابل نفقات قانونية للعمل، وكان قد نفى كل هذه التهم الموجهة ضده. هذا تطور يجعلنا نتساءل إن كانت قضية الاحتيال المحاسبية والضريبية هذه وغيرها من القضايا المتهم فيها ترامب، والتي كان آخرها اتهامه من قبل الكاتبة الأمريكية إيجين كارول باغتصابها وتشويه سمعتها، ستعرقل نجاح ترامب في الانتخابات أم أنها لن تؤثر عليه، وإنما بالعكس ربما تثبت براءته قبل الانتخابات وتزيد من شعبيته. إذن أسئلة كثيرة تدور حول مصير الرئيس الأكثر جدلية في تاريخ الولايات المتحدة. على كل هذه الأسئلة كلها للإجابة عليها ينضم إلينا من جدة الدكتور بندر الدوشي الباحث في الشأن الأمريكي. دكتور أهلا بك معنا في تفاعلكم وفي العربية. ترامب يتخذ من منصاته تروث سوشيال ليشارك ملايين من متابعي على هذه المنصة كل ما يدور في رأسه. أولا هذا القرار بتقييد وصوله إلى الأدلة الجنائية إلى أي مدى هو مبرر؟ نعم حياكم الله. أولا يجب أن نعرف أن القضية التي اتهم فيها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هي قضية خطيرة واتهام غير مسبوق لشخصية سياسية متنافسة أو تنافس كخصم سياسي ينافس الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، وبالتالي ما يحدث هو اصلا ما يحدث هو نوع من الاضطهاد السياسي. ثم بعد ذلك كان متوقعا ايضا تقييد الرئيس الامريكي السابق من الحديث حول هذه القضيه ومنع النشر في هذا المجال، واعتقد ان هناك عده جوانب في هذا الموضوع. الجانب الاول هو ان الديمقراطيين يريدون ان ما يحدث الان من تقييد الحديث هو نوع من استباق للاحداث للمحاكمه المقبله. يريدون الديمقراطيين أن يظهر الرئيس الأمريكي السابق، أن لا يظهر الرئيس الأمريكي السابق مظهر الضحية. ترامب نجح في استغلال هذه القضية نجاحا باهرا، أصدر عدة إعلانات وعدة دعاية بأنه يتعرض لاضطهاد سياسي كبير وأن ما يحدث هو مطاردة للساحرات، وبالتالي هذه القضية ربما من وجهة نظري أثرت أو ساهمت في بروز نجم ترامب مجددا. نلاحظ أن في آخر استطلاع للرأي بين ترامب ودي سانتوس المرشح الجمهوري القوي ايضا ان ترامب يوسع الفارق الى 40 نقطه. الاستطلاع الخطير الذي راه الديمقراطيين بحسب وجهه نظري وصفوه بالخطير بالنتيجه الخطيره هو ما حدث في استطلاع واشنطن بوست واي بي سي نيوز، حيث اظهر استطلاع ان ترامب يتقدم على بايدن ب7 الى 8 نقاط وهي نتيجه غير مسبوقه. واعتقد ان
هناك نوع من الطوارئ الان في الحزب الديمقراطي، لماذا هذه النتيجه؟ هناك موصف ان النتيجه نوع من التعذيب للديمقراطيين، وان هناك يجب ان تبحث الحزب الديمقراطي يجب ان يبحث عن استراتيجيه او النظر وراء الاسباب التي دفعت بالمستقلين والمعتدلين وبالمعتدلين الحزب الجمهوري الالتصاق بترامب ودعمه في امام بايدن. طيب دكتور، هذا بالنسبة لساحة المعترك السياسي. على ساحة مواقع التواصل الاجتماعي، ترامب يملك 146 مليون متابع على مواقع التواصل، بينها 5 ملايين متابع على منصة تروث سوشيال التي ينشط فيها اليوم. إلى أي مدى مواقع التواصل اليوم قد تكون محفز لترامب وقد تكون خادمة لترامب بهدف الوصول للرئاسة في 2024؟ نعم، نحن نعرف أن ترامب هو بارع في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. ترامب شخصية اجتماعية، ترامب شخصية، وسائل التواصل الاجتماعي تبحث عن عودة ترامب. رأينا تويتر كيف أعاد ترامب، وكيف أن إيلون ماسك كان ينحني إلى ترامب للرغبة في إعادته لوسائل التواصل الاجتماعي، للرغبة في البدء بالتغريد مجددا. فيسبوك أعاد ترامب، يوتيوب أعاد ترامب. ترامب هو وسائل التواصل الاجتماعي، وسائل التواصل الاجتماعي من غير ترامب غير مجدي أو غير متفاعلة. ترامب هو من يحيي تويتر وهو من يبحث عنه ماسك. الآن ترامب في منصة تروث سوشيال فعال في عرض قضيته، في عرض مظلوميته، في مهاجمة ديسانتوس، في مهاجمة الديمقراطيين، في مهاجمة اليسار. وبالتالي القضية الأكبر التي بوجه نظري ستكون مؤثرة للحزب الجمهوري وستكون قوية أو في جانب ترامب، هو متى يبدأ بالتغريد، العودة إلى التغريد في حسابه تويتر. نعرف أن حسابه في تويتر مليون، يعني ملايين المتابعين من حول العالم يتابعون الرئيس الأمريكي، وبالتالي تأثيره هائل على تويتر. وأعتقد أنه سيكون من المفاجئ جدا ان يستخدم ترامب تويتر، لكن هو استثمر كثيرا في تروث سوشيال، منصه التواصل الاجتماعي، وبالتالي اعتقد هو يريد نجاح هذه المنصه، لكن اعتقد انه لما فر من عودته الى تويتر اذا اراد الفوز بالرئاسه الامريكيه مجددا عام 2020. طيب دكتور، كان ترامب منع من استخدام تويتر وفيسبوك عقب او عقاب واقعه الكابيتال، اليوم اختار ان ينشط في منصته الجديده تروث سوشيال، لكنه كذلك يتهم باستخدام خطاب العنف والكراهيه. كيف تصفون سلوك ترامب على مواقع التواصل باختصار؟ ترامب هو مشكلة نفسه، ترامب ليس لديه مشكلة سوى أنه لا يستطيع التحكم في سلوكه. سلوك ترامب هو ما أبعد عنه الناخبين المعتدلين في عام 2020، وإذا أراد ترامب العودة إلى الرئاسة عام 2024 عليه أن يضبط سلوكه، عليه أن يضبط خطابه المتهور ضد الخصوم، عليه أن يمنع نفسه من التحدث في قضايا ليس له علاقة في الحديث فيها. وبالتالي أعتقد أن الجمهوريون، هناك من الاستراتيجيين الجمهوريون يعتبرون أن ابتعاد ترامب على تويتر هذه الأيام هو نعمة، هم لا يريدون ترامب العودة إلى تويتر وإثارة القضايا الجدلية مجددا. هو الآن يتقدم في استطلاعات الرأي، الجميع مرتاح بهذا المسلك، لكن الديمقراطيين في اعتقادي سيحاولون إثارته مجددا بالكثير من القضايا، بالكثير من الاتهامات، حتى يجبرون العودة إلى تويتر والتدخل في قضايا كبيرة أو تثير أو الانقسام في الداخل الأمريكي. وأعتقد أن هذا ما سيؤثر عليه في الانتخابات عام 2024. شكرا جزيلا من جدة، حدثنا دكتور باندر الدوش الباحث في الشأن الأمريكي، شكرا جزيلا لك على تواجدك معنا دكتور. أهلا بكم من جديد. لأغنى رجل في العالم ولمالك تويتر والرئيس التنفيذي لتسلا الملياردير إيلون ماسك نصيب من أخبار تفاعلكم اليوم. فماسك من بداية امتلاكه لمنصة تويتر أجرى الكثير من التغييرات فيها، بدءا من تسريح الموظفين، مرورا برسوم التوثيق، وانتهاءا بسياسات جديدة لتويتر. أحدث ما أعلن عنه ماسك هو حذف الحسابات غير النشطة على تويتر، فكتب في تغريدة أن تويتر سيقوم بحذف كل الحسابات التي لم تسجل دخولا إلى تويتر وغير النشطة منذ سنوات، حيث تنص السياسة الجديدة لتويتر على ضرورة أن يقوم صاحب الحساب بتسجيل الدخول كل 30 يوما على الأقل للحفاظ على حسابه. وهذه العملية في حال بدأت ستكون أكبر عملية حذف للحسابات في منصات تويتر، حيث قال ماسك إن الكثير من مستخدمي تويتر سيلاحظون انخفاضا في عدد المتابعين في حساباتهم، وهذه النقطة تخوف منها الكثير من مستخدمي تويتر. وفي رده على أحد
أحد المنتقدين لهذا القرار، والذي أكد أن هناك الكثير من الحسابات القديمة تحوي تغريدات تاريخية يحبها الناس ويرجعون إليها كل فترة. قال ماسك إن تلك الحسابات سيتم أرشفتها وليس حذفها. وهنا لابد أن نشير أن هذه العملية جزء من عملية توثيق الحسابات والتأكد منها والحد من الحسابات الوهمية التي تعاني منها منصات تويتر. وكل الإجراءات التي يقوم بها ماسك يسعى من خلالها لرفع إيرادات تويتر وتحسين الوضع الحالي للمنصة، ومنها إعلان دعمه لمنشئي المحتوى على تويتر. فنشر تغريدات قال فيها إن تويتر يدعم منشئي المحتوى ولن يحصل على أرباح من إيراداتهم في العام الأول من اشتراكهم في تويتر، وبعدها سيأخذ تويتر 10% فقط من الأرباح. عبر زوم ينضم إلينا من دبي أنس المرعي المتخصص في الشؤون المعلوماتية والتقنية. أهلا بك أنس معنا في تفاعلكم وفي العربية. يعني أحدث التغييرات والسياسات الجديدة لماسك على تويتر هي حذف الحسابات غير النشطة منذ سنوات، كيف تقرؤون هذا القرار أولا؟ مساء الخير إليك سلام ولجميع المشاهدين. بالضبط مثل ما تفضلتي، هو في الرد على إجابته لأحد المنتقدين المعروفين أو أحد كبار الشخصيات على تويتر، قال بأنه سوف يتم أرشفتها. ولو نظرنا لكلمة أرشفتها كان ممكن ما تكون بالضرورة تعني حذف هذه الحسابات. وعلى سيرة حذف الحسابات، بنعرف أنه كانت مشكلة كبيرة في شراء صفقة تويتر، وكان إيلون ماسك واحد من أهم، يعني هو واحدة من أهم مشاكله اللي هي الحسابات اللي الوهمية اللي بتنشئها البوت. فهو بهاي الطريقة عم بحاول يمشي مع التيار. طب أنس، خطوة بخطوة فقط حتى نفهم من الناحية التقنية، ما الفرق بين أرشفتها وحذفها، وكيف يمكن لمستخدمي تويتر أن يصلوا الحسابات المؤرشفة؟ نعم، لحد الآن ما في شيء واضح، لأنه خلينا نقول إيلون ماسك غرد في التغريدة وشكله تراجع أو يعني عدل قراره أو عمل تظبيط لكلامه. أول شيء قال نحن بدنا نطهر، التطهير يعني أنه يخفي الأكاونت، يخفي الحساب، لكن الحذف الكامل. لكن بعدين لما الناس أثاروا قضية أنه هناك بعض الحسابات لناس قد توفاهم الله وبالتالي هذا المحتوى لازم يكون موجود هناك، فقال سوف يتم أرشفتها. أرشفتها ممكن يضل الأكاونت يبقى على تويتر، لكن ما في هناك أي أكتيفتي. وممكن أتوقع أنهم ينشئوا خاصية جديدة كما فعلت فيسبوك من قبل، بحيث في حال لو لا سمح الله توفى الشخص أنه شخص آخر يستلم الحساب، أو هذا الحساب يبقى كما هو، يعني الجميع قادر على الاطلاع عليه. المستقبل سيحمل يعني. طب أنس، حتى نفهم أهداف ماسك الحقيقية من وراء هذا القرار، يعني ماسك يقول أنه الهدف من العملية هو توثيق الحسابات، التأكد منها والتخلص من الحسابات الوهمية التي أتعبت تويتر، لكن في المقابل المختصين يرون أنه السياسة ماسك الجديدة الدفع مقابل التوثيق أدت إلى زيادة كبيرة في الحسابات الوهمية في تويتر، كيف يمكن فهم هذا التناقض؟ هو من وجهة نظري مو تناقض. توثيق الحسابات لا يعني بالضبط التوثيق المعروف اللي هو العلامة الزرقاء، لربما يقصد ماسك، وهي يعني وجهة نظري الشخصية، هي التأكد. وقال أتبع كمان، لو دخلنا على تغريداته وأتبعنا وطردنا في الرد، كان يقول لازم نفضي المساحة للحسابات القديمة. شو يعني؟ مثلا فلان عنده حساب باسمه بس مو قادر ياخده لأنه شخص ما مقفل هذا الأكاونت أو أخذ الاسم وحجزه. هذا الموضوع بتعرفي يعني مسبب مشاكل لكثير مؤسسات حكومية ومؤسسات رسمية وأشخاص أصحاب رأي، وبالتالي هذا الشيء ضروري. يعني أنا من وجهة نظري هي خطوة ضرورية جدا على جميع الاتجاهات. إن شاء الله
يعني القرار النهائي يكون لتويتر ولماسك في صالح المستخدمين سواء الأحياء منهم أم أو طيب الأموات أنس، على الصعيدين. طب ما موضوع رأيك في من ينتقد نعم تفضل. هذه السياسات الجديدة لماسك ويقول أن الهدف منها هي جن الإيرادات فقط وتحسين وضع تويتر، خصوصا أن بعض العلامات التجارية وبعض الأشخاص أبدوا استعدادهم لدفع آلاف الدولارات من أجل شراء حسابات لأشخاص أو حسابات قديمة؟ هلا قضية التوثيق قضية مهمة جدا. يعني أي قرار بيتخذه ماسك أو غيره راح يكون في له معارضين ومؤيدين. قضية أنه أنا أكون معارض أو مؤيد بتعكس مصالحي الشخصية، ما قد يكون مع مصالح الشخصية قد يخالف الآخرين، لكن أنا أرى فينا خطوة جيدة لأنه كان معيار التوثيق نوعا ما في نوع من الضبابية، الآن أصبح واضح جدا، الآن أصبحنا نعرف أنه هذا الحساب فعلا هو حساب رئيسي للمؤسس الفلاني أو للوزير الفلاني أو للرئيس الفلاني، صار في نوع من الشفافية في هذا الموضوع. لا أرى الجهة الثانية، لكن هناك الكثير من الأشخاص العاديين الذين فقدوا موضوع التوثيق، صار في يقول أنا ليش لا أدفع فلوس ما أنا كنت متوثق من الأصل. هون صار اللغط الكبير خلينا نقول الحرب الكلامية بين اللي كان عنده حساب متوثق وبين اللي توثق جديد وما كانت عنده هاي الفرصة من قبل. طبعا رغم صدقيني أن لا وجود إيلون شكاوى، ولا غيره راح هناك يرضينا شكاوى جميعا. من قبل أشخاص يشتكون بأنه هناك أشخاص آخرين اشتروا مقابل أسمائهم. شكرا من زوم، عبر زوم من دبي، أنس المرعي متخصص في الشؤون المعلوماتية والتقنية، شكرا جزيلا لك أنس. عيد النصر يوم للتاريخ في روسيا وجمهوريات الاتحاد السوفيتي يصادف 9 مايو من كل عام. في هذا العام يتم الاحتفال بالذكرى 78 للانتصار على النازية في الحرب العالمية الثانية. كالعادة في يوم 9 مايو تشهد الساحة الحمراء في موسكو احتفالا عسكريا ضخما بمناسبة هذه المناسبة، تتشارك معها في الاحتفال بنفس اليوم أوكرانيا، لكن الاختلاف في هذا العام كان سيد الموقف، فأوكرانيا اختارت الاحتفال في عيد النصر يوم 8 مايو. أما روسيا التي كانت تراهن في حربها بأوكرانيا على النصر فاحتفلت فيه من دون نصر. كان زيلنسكي قد أعلن عن رفع مقترح للبرلمان لتغيير تاريخ عيد النصر إلى 8 مايو، وقال إنه لا يمكن نسيان المساهمة الكبيرة التي قدمتها أوكرانيا في الانتصار على النازية آنذاك، وقال إنه من الآن فصاعدا سيكون 9 مايو هو يوم أوروبا في الاتحاد الأوروبي وفي أوكرانيا، وأن الاحتفال هذا العام بيوم أوروبا في كييف المكان المثالي للاحتفال بيوم أوروبا. أما الاختلاف في روسيا فكان فقط في تجديد الإجراءات الأمنية في مكان الاحتفال الذي انطلق صباح اليوم بحضور الرئيس فلاديمير بوتين في عرض عسكري ضم 10,000 من الجنود الروس شاركت فيه المدرعات والدبابات الروسية ومنظومة يارس العابرة للقارات وإسكندر وS-400. لم يغب عن المشهد كذلك سلاح الجو الروسي لطائرات سوخوي. إنتاج كهرباء حلال، ممكن أن تعتقد الوهلة الأولى أن هذا العنوان افتراضي، ولكن هو حقيقة واقعية. فالحكومة الإسرائيلية وافقت على خطة لإنشاء شبكة لتخزين الطاقة في مدنها بهدف إنتاج كهرباء متوافقة مع الشريعة اليهودية أو باختصار حلال، وبالتالي يمكن لليهود المتدينين استخدامها أيام السبت وفق تعاليمهم التي تمنعهم من استخدام الكهرباء يوم السبت والانشغال تماما بالعبادة في هذا اليوم. ففي يوم
السبت عند اليهود المتدينين لا كهرباء ولا سيارة ولا تلفاز ولا حتى أجهزة إلكترونية. أما المقصود بخطة تخزين الكهرباء لإنتاج كهرباء حلال فهو مشروع تجريبي عبارة عن مرافق لتصنيع البطاريات بقدرة 24 ميجاوات، تخزن الطاقة الزائدة في أوقات ذروة الإنتاج وتستفيد منها نحو 3000 أسرة. وستتولى شركة الكهرباء الإسرائيلية المملوكة للدولة بناء المرفق بتكلفة تصل إلى 33 مليون دولار. في حادثة غريبة ونادرة الوقوع وتضاف لقائمة الحوادث المروعة على متن الرحلات الجوية، تعرضت راكبة للدغة من عقرب وهي على متن رحلة جوية على متن شركة طيران الهند كانت متجهة من أجبور إلى مومباي في الهند. في التفاصيل قالت الشركة في بيان لها بأن الراكبة تعرضت للدغ من قبل عقرب كان على متن هذه الطائرة. تمت معالجة المسافرة بشكل طارئ على متن الرحلة وتم نقلها إلى المستشفى بعد هبوط الطائرة، وخرجت في وقت لاحق من المستشفى بصحة جيدة. أكدت أن هذه الحادثة نادرة ومؤسفة وأن فريق شركة الطيران اتبع البروتوكول وأجرى فحصا كاملا للطائرة ووجد العقرب. بعد ذلك تم تنفيذ عملية التبخير والتطهير، وعبرت الشركة عن أسفها على المعاناة والإزعاج الذي لحق بالمسافرة. في أمان الله.